اليوم ان شاء الله مربوحه 3 بوان رابحين باي طريقه. الراجل اليوم غاش الصداره وغنجيبو ان شاء الله طارق الى الثانيه. لا حنا راجعين من بلجيكا باش تفرج في هذا الماتش هذا. هادو وليداتك يمشيو يتفرجوا معاك ديما. راجل اليوم وجه الزيرو سبيسيال. شكون اللي غيمارك هاد الجول؟ انا طبيعة الحال. نربحوا ان شاء الله نربحوا 3 بوان. الرجول هذيك الدري هذا تلاقيته في كاس العالم في روسيا موسكو في موسكو بيلاروسكايا كورسكايا. غادي نخلي ليه الجو برو باش يدير لنا فيديوهات عوالين عليك ياك. موعدونا مورا الماتش شي فيديوهات زوين. يلا ديما راجع ديما راجع. بسلامة السيم. صافي بسلامة. ان شاء الله يكون الفوز ديال فريق الرجاء البيضاوي ان شاء الله 2-0. من بعد ما درت لكم فلوج البارح في الماتش ديال الوداد كونتر الوداد رجعت معكم اليوم في فلوج جديد ماتش ديال الرجاء كونتر لاستيك. من بعد الرجاء ما ربحات لاستيك لموزار 1-0 في الماتش ديال الالي. من بعد ما الرجاء متصدره المجموعه ديالها من بعد ما الرجاء جابت لاعبين جداد ما غاديش تقنعها حتى نتيجه اخرى من غير الفوز. كنتمناو للرجاء تحقيق نتيجه الانتصار باش تبقى في الصداره ديال المجموعه. تبعوا معايا هذا الفيديو. اخويا الرجاء فرقة كبيرة الحمد لله 3 بوان. مثلا ما
الماتش ب 4-0 للرجاء مبروك على الرجاء، ثلاثه نقاط وترجع للصداره ديال المجموعه. دابا غادي نهبطوا للزون ميكس كونفيرونس دو بريس. بالنسبه لكم واش داز اليوم ماتش سهل؟ لا كنظن بان ما كاينش مقابله سهله، ولكن بالايجابيات اللي خلات المقابله سهله علينا هي حضور الكبير ديال الجماهير ديالنا. كنبغيو نشكرو المنتخب العالي اللي مارسو رفقه الاداء الجيد ديال اللاعبين، كنبغيو نشكرهم ومازال ان شاء الله مشوار قدام التركيبه البشريه الحمد لله. كنتمنوا هذا العام ان شاء الله نضرب واحد الوجه مشرف وتحقيق لقب او لقبين. تبارك الله عليكم، بون كوراج. اليوم اكدوا الفوز اللي سابق نتاع المباراه الاخرى، الحمد لله ربي يوفق الاولاد وان شاء الله نكون معاهم في اقرب وقت ان شاء الله. الدراري كانوا يعني حاضرين، كنا باغيين ننتصروا باش ناكدوا الجمهور، لان احنا يعني كنخدموا على قبيله الفريق هذا باش نرضيوه، وان شاء الله مازال الخدمه القدام ان شاء الله، وغادي نقولوا الكلمه ديالنا. ليزامي كنتمنى ان لا فيديو ديال اليوم تكون عجبتكم، حاولت نقربكم من لومبيونس ديال الماتش. ما ننساش نوصيكم تخليونا لايك كومونتير او بارطاج ديال لا فيديو. نتلاقاو ان شاء الله قريبا في دوت فلوغ. سلام عليكم وخليكم دائما متبعينا على راديو مارس. انا راه من جماهير الرجاوي الاقوياء، وباتمان ديما كيفكر في الجديد، وخا باتمان دابا تمنع من عند الامن باش يدخل باللبسه، وانا كنطلب من المسؤولين باش يتدخلوا في هذا الشان ديال باتمان، خصو يدخل. راه باتمان رجاوي، وباتمان ديما الجديد وديما راجا ديما. بكره عليك كره خويا راديو مارس.